بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب بالجميع في لقائنا لهذا اليوم، اللقاء الثامن لمقرر مبادئ الأعمال المصرفية. في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى سنخصص الحديث لإدارة المخاطر التي تواجه المصارف، ومن ثم ننتقل للحديث عن المبادئ الأساسية لتحقيق رقابة مصرفية فعالة. ما هي المخاطرة؟ من المنظور المالي هي إمكانية حدوث انحراف في المستقبل، بحيث تختلف النواتج المرغوب في تحقيقها عما هو متوقع، وبالتالي يكون هنالك أثر سلبي على نتائج وربحية البنك، نظير حدوث مثل هذه المخاطر التي قد لا تكن في الحسبان. من هنا تم إنشاء إدارة سميت هذه الإدارة بإدارة المخاطر، وهي نظام متكامل وشامل لتهيئة البيئة المناسبة والأدوات اللازمة لتوقع ودراسة المخاطر المحتملة وتحديدها وقياسها وتحديد مقدار آثارها المحتملة على أعمال البنك وأصوله وإيراداته، ووضع الخطط المناسبة لما يلزم ولما يمكن القيام به لتجنب هذه المخاطر، ومن ثم ضبطها للتخفيف من آثارها إن لم يكن القضاء على مصادرها. فبالتالي هي عبارة عن إدارة المخاطر، عبارة عن توقع ومن ثم قياس ومحاولة لتخطيط وضبط ما تم خلال الفترات الماضية. كما هو الحال أيضا في إدارة المخاطر المصرفية، في المتعلقة بالمصارف الإسلامية، وجود مثل هذه المخاطر، ولا بد من الأخذ في الحسبان لإدارتها، ووجود إدارة متكاملة داخل البنك لإدارة هذه المخاطر. الصوت واضح يا أخوان؟ الصوت واضح. طيب، إذن نواصل على بركة الله. هنالك بعض من المضامين لإدارة المخاطر. المضمون الأول هي الوقاية من المخاطر المحتملة، أي محاولة توقع هذه المخاطر قبل حدوثها، ومن ثم إعداد الوقاية الكافية لتجنبها في حال وقوعها. المضمون الثاني هو محاولة الاكتشاف المبكر لمثل هذه المخاطر، ومن ثم معالجتها. الثالث من المضامين يتعلق بتطبيق السياسات وتحديد المسؤوليات المتعلقة إدارة المخاطر، ومعرفة كل إدارة من إدارات أو أقسام البنك المختلفة ما هي مهامها وواجباتها الموكلة إليها. المضمون الرابع والأخير هي تصحيحية، وهذه تتم من خلال مراجعة السياسات، ومن ثم اختبار الكفاءة ومراقبة الإنتاج. ونلاحظ أن الإدارة الفعالة للمخاطر وجدت لتقوم بأربعة وظائف متماسكة مع بعضها البعض، ألا وهي وظيفة وقائية كما وضحنا، وظيفة اكتشافية مبكرة تطبيقية للسياسات والإجراءات، وظيفة تصحيحية في حال وجود انحرافات لا بد من تصحيح هذه الانحرافات وإعادتها إلى
طريقها الصحيح. نلاحظ أن إدارة المخاطر يعتبر نظام شامل متكامل يشتمل على كافة أعمال البنك وكافة العاملين به، من ضمنها متابعة موظفي البنك ومحاولة تدريب من يحتاج إلى تدريب وتأهيل لإعداد المعاملات بشكل جيد وملائم لسمعة البنك وعاكس للأهداف الاستراتيجية لهذا البنك. جرت العادة لتطبيق ثلاثة ركائز رئيسية، الأول منها متعلق بانضباط السوق والشفافية المالية. كيف يتم ذلك؟ من خلال إظهار التقارير بشكل دوري، وتكون هذه التقارير تعكس الواقع الفعلي للبنك. الركيزة الثانية متعلقة بالسلطة الرقابية، بحيث أن يكون لها الدور الفاعل في متابعة كافة البنوك والتدقيق على الحسابات. الركيزة الثالثة متعلقة بمتطلبات دنيا لرأس المال. كما ذكرنا في اللقاء الماضي، كلما كان رأس المال حجم رأس المال عالي، كلما كان ضامنا بإذن الله للمودعين، جالبا لأكبر شريحة ممكنة من العملاء لإيداع مبالغهم أو ودائعهم في الحسابات الجارية لدى ذلك البنك. هذا كل ما يتعلق ب المخاطر التي قد تواجه المصارف بشكل عام. وسبق أن وضحنا في لقاء ماضي أن هنالك ثلاثة مخاطر رئيسية تواجه المصارف، ألا وهي مخاطر الائتمان ومخاطر التسويق والمخاطر التشغيلية. ننتقل الآن للموضوع الأخير في هذا المقرر، ألا وهو المبادئ الأساسية لتحقيق رقابة مصرفية فعالة. نبدأها أولا بأسباب زيادة الاهتمام بالرقابة المصرفية. أسباب زيادة الاهتمام بالرقابة المصرفية تتمثل بزيادة المنافسة، التوسع في تقديم الخدمات، زيادة التكلفة، زيادة حساسية الأموال لتحركات أسعار الفائدة، الثورة التكنولوجية، أيضا الزيادة الكبيرة في المخاطر التي تتعرض لها البنوك. لأن كل نلاحظ أن كثرة البنوك وكثرة أفرع هذه البنوك، وبالتالي هذا أحد أهم أسباب زيادة الاهتمام بالرقابة المصرفية. كما أن هنالك مجموعة من المبادئ الأساسية لتحقيق رقابة مصرفية فعالة، من أهمها الأهداف،
محاولة تحويل نسبة أكبر من الملكية، كفايات رأس المال، إيجاد أسقف عليا لمنح الائتمان، وعدم تجاوزه بأي حال من الأحوال. هنالك ما يسمى بالرقابة الاستراتيجية، وهذه تعتمد على جانبين: جانب بيئة المصرف، سواء البيئة المنظمة الداخلية أو البيئة المنظمة الخارجية، وجانب آخر متمثل بأداء وتنفيذ الإجراءات الداخلية للمعاملات لذلك البنك. في البيئة الداخلية للمصرف، لابد من تحديد نقاط القوة وتعزيز هذه النقاط، ومعرفة نقاط الضعف وإيجاد الحلول لهذه النقاط، في البيئة الخارجية للمصرف لابد من معرفة ما هي الفرص التي من الممكن إيجادها، إما بفتح أفرع جديدة وإما من خلال معرفة عملاء آخرين وجلب أولئك العملاء. أيضا لابد من معرفة التهديدات أو المخاطر التي قد تواجه ذلك المصرف خارجيا، ومن ثم محاولة الحد منها. جانب الأداء والتنفيذ داخل المصرف يتمثل بمقارنة النتائج الفعلية بالمتوقعة. هل هنالك اختلاف؟ ما هو ذلك الاختلاف؟ إيجابي أم سلبي؟ إيجابي تقوم إدارة المخاطر أو إدارة البنك بتعزيزه، في حال كونه سلبي لابد من وجود وتوضيح الخلل وذلك لمعالجة ذلك الخلل. فيما يتعلق بالرقابة التشغيلية، هنالك أربع من الخطوات الرئيسية للرقابة التشغيلية، أهمها وضع المعايير، الثاني منها قياس الأداء، مقارنة الأداء بالمعايير التي سبق وأن وضعت، بناء عليه يتم اتخاذ القرار. هناك مجموعة من المعايير التي من الممكن أخذها في الحسبان، إما أن تكون معايير مرتبطة بالعملاء وممكن بالقروض نفسها، ممكن بالأداء المالي، ممكن تكون مرتبطة بالموارد البشرية موظفي البنك. لابد من وضع هذه المعايير ومن ثم قياس الأداء، مثل على سبيل المثال كم من الخدمة يقوم الصراف أو موظف الخطوط الأمامية خدمة العملاء بإنجازها خلال 8 ساعات الدوام. أيضا كم من الوقت يستغرق لمنح العميل قرض عند طلبه إياه،
ما هي على سبيل المثال أيضا، ما هي أكثر القطاعات طلبا لتسهيلات ائتمانية؟ وما شابه ذلك من المعايير المتعلقة بقياس الأداء للخدمة التي يقدمها البنك. نلاحظ هنا من حديثنا السابق أن قياس الأداء يتطلب تحديد زمن، أيضا لا بد من الاهتمام برقابة الكم والكيف، كما وضحنا في لقاء ماضي كم من يستغرق الوقت لإعطاء ذلك العميل التسهيل الائتماني الذي يطلبه، لكون التسهيل الائتماني فرق النصف ساعة أو العشر دقائق أو ربع ساعة أو ما شابه ذلك تفرق مع الشركات الكبيرة ذات الحجم من المعاملات أو من العمليات الكبير. فبالتالي يتوجب على موظفي البنك أن يكون لديهم الدراية الكافية عن كيفية منح ذلك العميل ذلك التسهيل الائتماني الذي يقوم بطلبه، وذلك للاحتفاظ بهذا العميل بقدر المستطاع. لابد من وجود اتخاذ إجراء تصحيحي في حال وجود انحرافات، تحديد هذه الانحرافات ومسببات تلك الانحرافات، ومن ثم إيجاد الحلول لمثل هذه الانحرافات ومحاولة تفاديها مستقبلا. هذا كل ما يتعلق بالمبادئ الأساسية لتحقيق رقابة مصرفية فعالة من أسباب الزيادة للاهتمام بالرقابة المصرفية، وكذلك المبادئ الأساسية لتحقيق رقابة مصرفية فعالة. لعلنا نكتفي بهذا القدر من الشرح، وذلك للإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى ذهن أي منكم قبل أن نطرح الكويز المتعلق بهذا المقرر. فمن لديه أي سؤال يتعلق بالمقرر بشكل عام فليتفضل، سواء فيما تم شرحه خلال اليوم أو في المواضيع السابقة. هل من أسئلة يا إخوان تتعلق بالمقرر بشكل عام؟ تفضل أخوي اللي عنده سؤال تفضل. هل من أسئلة متعلقة بالمقرر يا إخوان قبل أن نطرح الكوز؟
هنالك مسائل حسابية، نعم، عملية، أرقام، كما وضحنا ذلك في أحد اللقاءات الماضية. عموما هنالك عدد من المسائل الحسابية بأرقام قد لا تقل عن من 15 إلى 20 سؤال، سهلة جدا، تطبيق مباشر على القانون. لو ترجع مرة ثانية و تستمع إلى اللقاءات الحية تجد هذه المسائل موجودة في اللقاءات الحية، وكيفية حل مثل هذه المسائل، وضحنا طريقة أيضا إتيانها في الاختبار، كيف تأتي في الاختبار. واضح أخوي مبارك؟ طيب، أي سؤال آخر؟ من فاته الاستماع لي أو الحضور للقاءات الماضية، يفضل إعادة الاستماع للقاءات الحية، وذلك لأهميتها حتى يتمكن من استيعاب المواضيع وفهمها. ممكن أن يأتي لكم بضمان الابتدائي، هل هو 10% أم 20 أم 25 أم 30%، وأنت تقوم باختيار الإجابة الصحيحة، أنه يحدد نسبة خطاب الضمان الابتدائي بنسبة 10%. كما أن أحد الأسئلة ممكن أن تأتي في الضمان، خطابات الضمان، وكذلك الاعتمادات المستندية، في حال كون خطاب الضمان مغطى بالكلية من قبل العميل، ما هي وظيفة البنك في هذه الحالة؟ كما ذكرنا ذلك سابقا، أنها تكون وظيفة البنك وكيل، ويستحق أجر على وكالته. واضح؟ ممكن تأتي بهذه الطريقة. أي سؤال آخر يا أخوان قبل أن نطرح الكوز لهذا اللقاء؟ طيب، الآن الكوز الآن أمامكم، وهو عبارة عن ثلاثة أسئلة، آمل من الجميع الإجابة عليها في الوقت المحدد. الكوز الآن أمامكم يا أخوان.
طيب يا أخوان، لعلنا نناقش هذه الأسئلة مع بعضنا البعض. يقول في السؤال الأول: رصيد النقدية في نهاية اليوم يساوي العهدة المستلمة في أول اليوم يطرح منها مجموع النقدية الصادرة المدفوعة، مدى صحة هذه العبارة؟ هذه العبارة صحيحة؟ ممكن أن يأتي بهذه الطريقة، ممكن أن يأتي كما وضحنا أن الرصيد النقدية في نهاية اليوم يعطيك المعادلة الصحيحة، وثلاث خيارات أخرى لمعادلة خاطئة فتقوم باختيار المعادلة الصحيحة. السؤال الثاني يقول: من أسباب زيادة الاهتمام بالرقابة المصرفية هل هو زيادة المنافسة أم التوسع في تقديم الخدمات أم زيادة التكلفة أم كل ما ذكر على صحيح؟ والإجابة صحيحة أنه جميع ما ذكر على صحيح. السؤال الثالث والأخير في هذا الكوز يقول: مجموعة استثمارات تسمى هل هي حساب أم عقيبة استثمارية أم تقرير سنوي؟ والإجابة الصحيحة لهذا السؤال هو عقيبة استثمارية. هذه الإجابات النموذجية لهذه الأسئلة الثلاثة الآن أمامكم. طيب ركز معي يا أخوان، الصوت واضح يا أخوان؟ الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ طيب فيما يتعلق بالاختبار، كما ذكرنا لكم أن الأسئلة موحدة مع شعبة الإدارة، فبالتالي سيكون 40 عدد الأسئلة 40 سؤال، تنقسم إلى شقين: نظري وكذلك مسائل حسابية. قد يأتي لكم من هذه الأسئلة تعريف للنقود على سبيل المثال، أيضا من خصائص النقود، من خصائص النقود مثلا، وتعطي الإجابة صحيحة أنت. أيضا القدرة على إبراء الذمة تعتبر أحد خصائص النقود كذلك. النقود السلعية هل هي تعتبر النوع الأول من النقود ظهورا؟ أيضا فيما يتعلق بالنقد المتداول خارج البنوك الـ M1 M2 M3، كذلك قبول الودائع كأحد أهم وظائف البنوك التجارية، البنوك الاستثمارية كأحد أنواع البنوك من حيث مصدر الأموال، البنوك التجارية تسمى ببنوك الودائع، مسائل حسابية لإظهار ما هو حجم المبلغ الذي يحتفظ به البنك في حال أن الوديعة الجديدة مقدارها 10,000 ريال ونسبة الاحتياطي القانوني على سبيل المثال 20%، فبالتالي المبلغ الذي عليه أن يحتفظ به هو 2,000 ريال. ماذا يقصد بتوليد الودائع؟ يقصد بها أن يتمكن البنك من زيادة حجم ودائعه بالاعتماد على الودائع أو على الوديعة المتوفرة لديه. أيضا قبول الودائع كأحد أهم وظائف البنوك التجارية، أيضا من صيغة التمويل الإسلامية
السلم على سبيل المثال يعتبر بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد من الخدمات الائتمانية التي تقدمها البنوك على سبيل المثال القروض، أيضا من الخدمات غير الائتمانية التي تقدمها البنوك على سبيل المثال إصدار واستقبال الحوالات، كذلك فيما يتعلق بعناصر أو من عناصر طريقة الفايف سيز كأحد طرق معايير منح الائتمان هي الشخصية، طريقة التحليل المالي كأحد طرق معايير منح الائتمان تشتمل على ماذا؟ تقوم بكتابة الميزانية، قائمة الأرباح والخسائر، وكذلك قائمة التدفق النقدي والنسب المالية. أيضا من المسائل الحسابية قد يعطى لك لو حصل أحد البنوك على وديعة جديدة بمبلغ 6000 ريال وكانت نسبة الاحتياطي القانوني 20%، فإن مقدار التوسع في الودائع يساوي 30,000. أيضا من الأسئلة التي من الممكن أن تعطى لكم أيضا، أحد أهداف التسعير المصرفي المرتبطة بالتعامل اللي أعطيناكم إياه اليوم كسؤال من أحد الكويزات، تقول أنه تحقيق أكبر حصة سوقية من السوق المصرفي، يعني هذا تقريبا بعض من الأسئلة التي من الممكن أن تأتي لكم في أو شبيهة بها في الاختبار. قد يأتي سؤال من العوامل الداخلية المؤثرة في قرارات تسعير الخدمات المصرفية هو تنظيم عملية التسعير، كذلك قد يأتي لكم الخاصية الأساسية لأعمال البنوك التجارية هي قبول الودائع، أيضا ممكن يأتي سؤال بهذه الطريقة، يتم تحديد أرصدة النقدية لكل صندوق فرعي ومقارنته بالعدد الفعلي لفئات العملات في نهاية، هل هو كل سنة ولا كل شهر ولا أسبوع ولا يوم، وبالتالي تختار الإجابة الصحيحة لا وهي أنه في نهاية كل يوم. أيضا ممكن أن يأتي سؤال بهذه الصيغة، أحد عناصر طريقة التحليل المالي كأحد طرق معايير منح الائتمان تشتمل على الظروف المحيطة أم الميزانية أم الضمان أم التوقع، بما أن التحليل المالي فهي الميزانية الإجابة الصحيحة. أيضا كأحد وظائف البنك التجاري ممكن أن يؤتى لكم يعتبر الإقراض، البنوك الاستثمارية تعتمد بشكل أساسي على أموالها الخاصة بالإضافة إلى الودائع لأجل، ما هي نسبة الاحتياطي القانوني، من يقوم بتحديدها، هل هو البنك التجاري أم البنك المركزي، تقوم بذكر لأن من يقوم بتحديد نسبة الاحتياطي القانوني هو البنك المركزي، حيث أنها تحدد للبنوك التجارية حجم القروض التي بالإمكان إقراضها بالنسبة للودائع التي يحتفظون بها. ممكن أيضا سؤال يأتيكم بهذه الطريقة، أحد عناصر طريقة لعب كأحد طرق معايير منح الائتمان تشتمل على النشاط،
من أسباب الزيادة هي الاهتمام بالرقابة المصرفية. يذكر أنه التوسع في تقديم الخدمات، أيضا وظائف النقود يجب معرفتها كاملة، خصائصها، أنواعها، نظام المقايضة ما هو، M1 M2 M3 تشتمل على ماذا، وظائف البنك التجاري أيضا ووظائف البنك المركزي. لعلنا نكتفي بهذا القدر، فمن لديه أي سؤال يتعلق بالمقرر بشكل عام فليتفضل يا أخوان قبل أن نختم هذا اللقاء. أحد عنده أي سؤال؟ الأسئلة بمشيئة الله تعالى ستكون سهلة بإذن الله، تكون سهلة بإذن الله. فعليكم بإعادة الاستماع لهذا اللقاء واللقاءات الماضية حتى تتمكنوا من فهم المقرر بالشكل الصحيح. أي أسئلة متعلقة بالمقرر بشكل عام يا أخوان؟ أي سؤال؟ هل من أسئلة؟ هل من أسئلة أخرى متعلقة بالمقرر يا أخوان؟ إذا في أسئلة ممكن أن يتم طرحها في المنتدى. نعم، هل من أسئلة أخرى متعلقة بالمقرر يا أخوان؟ أي سؤال؟ أي سؤال؟ من لديه أي سؤال بإمكاني طرحه عبر المنتدى وسنقوم بالإجابة عليه في حين بمشيئة الله تعالى. آخر سؤال خزن يا أمشي. الفقرة الأخيرة كانت في أحد اللقاءات الماضية ولم تكن في هذا اللقاء. مجموعة استثمارات، نعم كانت في أحد اللقاءات الماضية. طيب أي سؤال آخر قبل أن نختم؟ طيب بهذه الجزئية نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، متمنيا للجميع دوام التوفيق في الدارين. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.